السلام عليكم ورحمة الله، معكم دكتورة منى محمد، مدرس طب مناطق حارة وجهاز هضمي. هنتكلم النهاردة عن موضوع بسيط جدا بس لازم يبقى معروف، وطالما هو بسيط وما ينفعش نغلط فيه، من الحاجات الأساسيات البيزك اللي هيقابلنا في شغلنا الليتر اون أكيد، فسواء بطنة أطفال، حتى لو مخدناش بطنة أو أطفال بصفة عامة لازم يكون عندنا خبرة عنه، لأنه أكيد هيقابلنا في حياتنا مع أهلنا وأولادنا. اللي هو ايه؟ acute infectious diarrhea. في اخر المحاضرة دي لازم يبقى في حاجات معينة عارفينها، ايه هي cause، mention the cause of acute infectious diarrhea، ال different clinical symptoms and signs that and the onset that can help reach the diagnosis. We should know at the end of the The presentation how to interpret our data to get the type of diarrhea either inflammatory or non-inflammatory diarrhea at the end of our lecture we should know how to give treatment to a simple case of diarrhea and we should know different type of vaccine giving to international travelers. جزء الفاكسين بتاع الانترناشونال ترافلر ده يعني جزء اضافي على ايه، على موضوع الاكيوت انفكشوال داريا، وممكن اصلا يجيلكم سؤال لوحده. اول حاجه في اي موضوع لازم نعرفها هي الديفينيشن اكيوت انفكشوال داريا. اكيوت دي معناها تبقى اقل من 14 دقيقه، انفكشوال تبقى مسببه انفكشوال ايجنت، داريا اللي هي abnormal increase في الستور فريكونسي او فلويديتي، يبقى الدايري يا اما increase في الفريكونسي او الفلويديتي. يبقى acute infectious diarrhea is defined as abnormal increase in store frequency or fluidity lasting for less than 14 days caused by infectious agent. يبقى ده ال accurate definition. ثلاثة item لازم نتكلم عنها. طيب علشان نقول ان ده diarrhea لازم نبقى عارفين normal habit بتاعت اللي قدامنا، لأن هي تختلف من 3 per week to 3 per day، 3 time per week to 3 time per day. يبقى أول حاجة لازم أسأل اللي قدامي ده، طب أنت إيه normal habit عشان أقدر أحكم دي diarrhea ولا لأ. عشان في concept بص في السولج في diarrhea، عشان أعرف بص في السولج لازم نعرف النورمال الأول. هو النورمال fluid electrolyte secretion absorption في الانتستين، يعني الانتستين كلها بتعمل سكريشن وابزوربشن لحوالي 8 ل 9 لتر في اليوم، يدوب بيتبقى 100 ل 300 جرام بير دي، دول اللي بينزلوا في الاسطول، لكن الباقي كله بيحصل له ري ابزوربشن. يبقى احنا عندنا المشكله يا اما ديكيز ابزوربشن وراح ننزل كميه كبيره قاعده، يا اما سكريشن هي اللي زادت، يا اما ايه بقى، يا اما في حاجه انكريز اوزمولاريتي في اليومين كونتنت، في حاجه في اليومين الاوزمولاريتي بتاعتها زاده فبتسحب ايه، تعمل بتسحب الفلويد ما بيحصلش ابزوربشن، او تشينج في الجات متيلتي، جات متيلتي زاد. يبقى دول الاربع اسباب اللي ممكن تسبب دايري، يا اما ديكريز ابزوربشن، يا اما انكريز سكريشن، يا اما انكريز الاوزمولاريتي اوف اليومنا كونتنت، يا اما تشينج في الجات متيلتي. كوز في اكيوت انفكشن دايري احنا بنقسم كوز اكوردنج للكارتيريا في دايري، اكوردنج للعيان ده في فيفر، في بلاد، في كالكوسايت، الانفلاماتوري نون انفلاماتوري. لو فيها الحاجات دي، العيان جايب فيفر وفي في ايه، عملنا تحليل للسترة في كالكوسايت بوزيتيف، او العيان ده اعطينا هيستو ان هو فيه بلاد، يبقى ده انفلاماتوري دايري. اللي عايزين نعرفه ان الانفلاماتوري دايري دي اكتر سبب ليها بيبقى بكتيريال، يبقى اكتر سبب الانفلاماتوري دايري غالبا بيبقى بكتيريال. هو في فيروس وفي بروتوزوال وفي بكتيريال، بس السبب اكتر غالبا بيبقى ناحيه ايه، البكتيريال. فيرال، الفيرال ممكن تكون ايه، سيتوميجالو فيروس انفكشن، بس مش اي سيتوميجالو فيروس، في عيان اميونو كومبرومايز زي ايدز، يعني سيتوميجالو فيروس انفكشن في عيان عاديه مش هيبقى، مش هيجي لنا بانفلاماتور دايريا، ممكن يجي لنا انفلاماتور. البروتوزوا زي الانتاميبا هيستوليتيكا، البروتوزوا مين؟ الانتاميبا هيستوليتيكا، مش اي حاجه تاني. اهم كوز قلنا هو البكتيريا في النون انفلاماتور. النون انفلاماتور ده عيان جاي لنا بدايريا بس مفيش معاه فيفا، ومفيش، لو عملنا ستول اناليسيس هيبقى الفيكال ليكوسايت بتاعه نيجاتيف. اكتر كوز من نون انفلاماتوري دايريا وبيكون في التشيلدرن الفيروس، الفيروس زي النورواك فيروس والروتا.
البروتوزوال في الجيارديا لامبيا، يبقى هناك كانت البروتوزوال كانت ايه بتعمل انفلاماتوري، لكن هنا اللي بتعمل نوع انفلاماتوري الجيارديا او الكريبتوسبوريديوم، والكريبتوسبوريديوم كمان في الاميون كومبرومايز. بكتيريا، في بكتيريا بتعمل نون انفلاماتوري دايري، في بتعملها ازاي بكذا ميكانيزم. في حاجات يبقى بري فورمد انتروتوكسين، يعني البكتيريا في التوكسين بتاعها هو اللي عمل الانفلاماتوري دايريه، زي في الاستاف والكوليستيريديوم والباسيلس، وده بيبقى توكسين بروفورمد من قبل ما ايه يعني قبل موجود في الاكل. في بعد كده انترو انتستينال انتروتوكسين برودكشن، دي لا البكتيريا بتبقى موجوده ودخلت في الاكل، وبعد كده بتبدا في الانتستين تعمل ايه التوكسين برودكشن، انترو زي الانترو فيز في الشيشه كلها والفيبون. يبقى احنا نبقى واخدين بالنا ان البكتيريا لما بتعمل بتبقى سبب في الانفلاماتو دايري، ممكن تبقى بالانفيجن او توكسين برودكشن، لكن في النون انفلاماتوري غالبا بيبقى عن طريق التوكسين. طب ايه الكلينيكال برزنتيشن بتاع كل حاجه؟ النون انفلاماتوري دي ايه؟ النون انفلاماتوري دايريه بتبقى سمول انتستاينال، تبقى واخد سمول انتستين، عشان كده بتبقى لارج فوليوم، بتبقى ووتري، والدايجيشن فيها كتير عشان لارج فوليوم ووتري. الانفلاماتوري دي غالبا بتبقى كولونيك اوريجن، الانفلاماتوري بتبقى كولونيك، بتبقى في عشان كده بتبقى فريكوينت، الفوليوم قليل، بيبقى فيها بلاد وفيها ديزنتري واوريجنز. يبقى الجزء ده مهم في الكيك ريبريزنتيشن، يبقى النون في الماتري دايريا سمول انتستاينال لارج فوليوم ووتري وفي معاها ديهايدريشن. الانفلاماتوري دايريا بتبقى غالبا كولونيك انفولفمنت، يعني بكتيريا او الفيروس بيبقى ماسك في الكولون، موجود في الكولون مكانه، والدايريا بتبقى فريكوينت يعني ممكن اكتر من 10 مرات، سمول فوليوم ومعاها بلاد وفيها ايه اورجنسي. في فيتشر تاني بتبقى اسوشيتد، الفيتشر دي بتدلنا على السبب، يعني مثلا توكسوجينيك الشيشه كولاي البكتيريا زي الاستاف قصدي والباسيلوس بيبقى ايه، والفيرال دايريا بيبقى معاهم فومتنج. يبقى ده خلينا نفكر لو في فومتنج يعني في جاستروانترايتس، بيبقى السبب لا يا ستاف يا باسيلوس سيريس يا فيرال دايريا. الجيارديا بيبقى معاها مالد سياتوريا وابدومينال ديستنشن. الانفيزيف بكتيريا زي الشيجيلا والسالمونيلا وكامبيلوباكتر والتيرموراجيك بيبقى معاها ابدومينال بين وفيفر وبلاد دايريا. اليرسينيا بتبقى كاركترستيك ليها رايت لور كوادرانت بين وتندرنس، ده بيبقى شبه الاكيوت بانكيتيس، ممكن ايه الناس في تعمل عليها اوبريشن. طب ازاي قاعدين معايا حاله دايريا انا عايز اعملها ايفالويشن؟ اهم حاجه طبعا الهيستوري، اسال نشوف النورمال باول هابت كام، زادت قد ايه، الديوريشن بتاعتها من امتى الدايريا دي، الفوليوم بتاع الدايريا، في بلاد ولا مفيش، في الاودر بتاعتها ايه اخبارها، في معاها ميوكس كده وحاجات فلوتينج اللي هي بتبقى زي الاستاتورية، بسأل يعني اذا كان في معاها طبيعتها الاستاتورية ولا لا، بسأل اذا كان في فيفر، في معاها ابدومينال بين، في معاها فومتينج. يبقى دي كلها بقدر من خلالها لارج فوليوم سمول فوليوم، في معاها فريجانسي، في معاها ديزنتري، في معاها بلاد. يبقى انا بسأل الاسئله دي عشان افرج العيان ده سمول انتستاينال دايريا او نون انفلاماتوري دايريا ولا ايه انفلاماتوري دايريا. بعد كده ممكن اسال اسئله عشان اعرف الكوز، طب كان ايه الاكل اللي اكلته قبل كده، هل في حد تاني حصل معاه دايريه قبل ولا لا، هل انت اخدت انتي بايوتيك قبل كده، في انتي بايوتيك خدتها الفتره اللي فاتت او خدت اي علاج، الحاجات دي كلها برضو مهمه معايا عشان ممكن من خلالها اعرف الكوز بتاعت ايه الدايريه. طيب ده من خلال الهيستوري، وفي حاجات تانية ممكن نسألها تاني في الهيستوري، بس مش هطول معاكم، من أهم حاجة الجزء اللي نفهمه ازاي نفرق بين الانفلاماتوري والنون انفلاماتوري والكوز بتاع الايه الدايريا. طب فيزيكال اكزامينشن مهم في عيان الدايريا؟ طبعا مهم، من خلاله ممكن اعرف العيان ده ديهايدريتد ولا لا. اول حاجة بنبص نشوف التانك دراي، الساين بتاعت الديهايدريشن بصفة عامة، السكين تمبرتشر ايه اخباره بالذات في الاطفال، البلس ايه اخباره، الكارديال فوليوم بلاد فوليوم ايه اخباره، مهم الابدومينال اكزامينشن الابدومين تندر ولا لا، دي من الحاجات المهمه معايا في عيان الدايري. طب هل انا كل عيان دايري بعملهم انفستيجيشن؟ لا غالبا الاكيوت دايري بتبقى سيلف ليميتد ومش محتاجه انفستيجيشن الا في حالات معينه،
لو سيفير والكورس بتاعها برولونجد اكتر من 10 ايام اسبوعين، لو عطيت تريتمنت امبيريكال سيرابي، تريتمنت عطيت تريتمنت وفيلد، دايري في اولد ايج اولد بيشنت او نو سبيس بيشنت، دايري معاها سيفير ابدومينال ايج ابدومينال بين والسن قلنا اكتر من 50 مثلا. طب ايه الانفستيجيشن اللي هنعملها؟ هنعمل فيه كوليكوسايت، فيه كاليكوسايت او لاكتوفيرم، نعمل ستول اناليسيس ستول كاتشر ستول اكزامينشن فور باوزايت، ونشوف الكولوستاديوم ديفيسيل انتيروتوكسين. هل هنحتاج اندوسكوبي في العين دول؟ غالبا ما بنحتاجش. التريتمنت طب ايه؟ اهم حاجه لازم نعرف في التريتمنت ان احنا نمنع حدوث الديهايدريشن اول حاجه واهم حاجه. يبقى ايه الاورال هيدريشن سوليوشن؟ من الحاجات المهمه جدا عشان نمنع دخوله في ديهايدريشن. ومع التايم بندي فرصه، لما بندي الاورال هيدريشن ده فرصه للجي تي يحصل ايه، يحصل يعني ايه ريجينريشن، ايه جي تي السيرفيس سيل ابسيليا سيل تتحسن. فالاورال هيدريشن سوليوشن من الحاجات الكويسه ان هو بيمنعنا الديهيدريشن والالكترولايت ديستربنس، وبيحفز الجي تي ان هو ايه يعمل ريجينريشن. طبعا برضو الدايت هنخلي العيان افويد الهاي فايبر دايت والفود والميلك والبرودكت في الفتره دي. بعد كده طب هندي العيان امبيريكال تريتمنت ولا لا؟ على حسب امتى ادي امبيريكال تريتمنت. لو العيان جاي لي بسيفير دايريا بلادي دايريا الفريكونسي بتاعته عاليه، العيان ده معاه دايدريشن سيمتوم برولونجد اكتر من 1 ويك، العيان ده ميون سبريست دايريا كان سيفير دايت محتاج هوسبيتاليزيشن، الحاجات دي انا هعدي فيها امبيريكال انتيبيوتكس. طب ايه الامبيريكال انتيبيوتكس اللي ممكن اديه؟ في حاجه ممكن ادي فلوروكينولون او ادي دراي ميسوبريم سالفا ميسوبتازول او ازيثروميسين، ساعات ممكن ادي برضه الفامبسين اكوردنج للحاله اللي قدامي بدي ايه نوع الانتيبيوتيك. امتى ادي انا سبيسيفيك تريتمنت؟ لو انا بقى عملت كالتشر وعملت السول اناليسيس وعرفت السبب، يعني الشيجيلا او السلمونيلا بنديهم كينولون توايس دي للفور فايف داي، جاردو لامبيلا بديها ميترونيدازول 250 مللي 3 تايم بير داي مدة أسبوع، الانتسام أمبايزيس 750 لمدة 10 أيام، انتيرو باسوجينيك الشيشة كلها بندي كينولون توايس داي لمدة 5 أيام، الكامبيرو باكتر بندي الأسيتروميسين لمدة 5 أيام. ده السبيسيفيك تريتمنت بديه أكوردنج للإيه للكالتشر. طب ايه الرول بتاع الانتي دايريال ايجنت معانا في حالات الدايريا؟ احنا الانتي دايريال ايجنت مهمه وكويسه زي البرومايد لان هي بتعمل انهبيت البريستاليسيس فبتسهل لنا انتسان ابزوربشن وليها كمان انتي سيكريتوري بروبرتي فبتقلل السكريشن، يعني بتقلل البريستاليسيس وبتزود الابزوربشن بتقلل السكريشن. بس هي مشكلتها ان هي ما ينفعش تتعطى في عيان بلودي دايريا او عيان فيفرج، يعني تنفع ما تنفعش في الانفورماتو دايريا، ممكن تنفع في النون انفورماتو دايريا لان هي لو عطيناها في الانفورماتو دايريا هتزود الكورس بتاع الديزيز غالبا زي بالذات مع السجيلا مع الشيجيلوزس، وممكن كمان تدخل العيان في ريسك اوف توكسيك ميجا كولون قدر الله ممكن يحصل ايه رابشر او بفرشر للكولون. يبقى انا بديها بس بديها ايه ببقى واخد احتياطات، لو العيان في فيفر لما عادي زنتري كذا كذا فيفر او ديزنتري يعني بلاد دايريا بلاش ايه اديها، بلاش اديها في الانفورماتو دايريا بديها في النون انفورماتو. برضو البيزمال سانسيليت من الحاجات اللي هي انتي دايريال ايجنت بس هو ليس افكتيف زان ايه البرومايد. في نهاية المحاضرة بتاعتنا لازم نبقى عارفين الأكيوت دايريا is a common problem worldwide وليها high mortality to mortality rate هاي موربيديتي مورتاليتي ليت في الادلت سبيشال في الادلت لا سبيشال في اليونج والاولد ايج بوبوليشن. فلازم ايه اعمل تريتمنت لها كويس، وبالذات زي ما قلنا اهم حاجه في التريتمنت اول حاجه والعلى 50% تريتمنت جود هايدريشن. الحاجه الثانيه لازم نعرفها موست كيس اور سيلف ليميتد، مش محتاجه دايجنوستيك تيست او سبيسيفيك ثيرابي، احنا قلنا بندي السبيسيفيك والامبيريكال ثيرابي ده في حالات معينه، وقلنا برضو الدياجنوستيك تيست بنحتاجها في حالات معينة. الحاجة التانية لازم نبقى عارفينها الانفكشوس ايجنت ار ريسبونسبل فور موست كيس في اكيوت دايريا،
وال prevention of dehydration is the most important زي ما قلنا. احنا هنراجع معانا ال classification بتاع ال inflammatory diarrhea و non inflammatory. زي ما قلنا inflammatory small volume bloody معاها abdominal pain معاها fecal urgency و tenesmus و fever. fecal glucose هيبقى عالي وأسبابها قلناها، وغالبا الصوت بتاعها بيبقى في الكولوم. ال non inflammatory بتبقى large volume watery، والبين اللي موجود معاها بيبقى upper abdominal أو bar umbilical، وممكن يبقى معاها nausea أو vomiting. الفيكال الكوسات بيبقى ايه negative، وغالبا سببها بيبقى viral، والصوت بتاعها بيبقى small. برضو لازم نبقى عارفين الفرق ما بين الباسيلر ديزنتري والأميبك ديزنتري، لان بيفرق في التريتمنت. واحد هديه انتي بايوتيك والتاني هديه ايه انتي بروتوزوا. الباسيلر ديزنتري ده بيبقى سبب الشيجيلا، الانس بتاعته بقى اكيوت وبيبقى معاه فيفر وماليز، والعين بيبقى قل، والستول بيبقى نوت فورمد، والفريكوانس بتبقى عاليه خالص. ولو عملنا ستول اناليسيس هتلاقي فيه باسل ضاي، وفي اكسس باسل وشيت في ماكروفاج، وبيبقى معاه طبعا تريزمس والفريكوانس عالية جدا زي ما قلنا. يبقى العيان بتاع باسيلر ديزنتري ده بيبقى الأنس بتاعته أكيوت، وبقى عيان جنرال الفيفر بتاعته عالية والفريكوانسي كتيرة، ده باسيلر. يعني عيان باسيلر بيبقى جنرال ال، لكن عيان الأميبك ديزنتري اه الأنس بتبقى جرادوال، مفيش فيفر ولا ماليز، أو في لو جريد فيفر ساعات. الستول بيبقى فورمد، الفريكوانسي بتبقى أقل، اه بيبقى فيه ساعات بلاد وكده، في معاه تنزمس، لكن في كوست بقى اقل. هو العيان ده بيبقى جنرال لول شويه، اه في فريكونس بس بتبقى اقل، في ابدومينال بين بس بيبقى مش سيفير قوي، وايه وفي الاستول بيبقى فوم وفي بس ايه يوكس وبلاد. احنا بكده نبقى خلصنا الجزء بتاع الدياريه. يا ريت الدياريه زي ما قلنا ومعلوماته سهله جدا يعني، يا رب يكون اتهضم. زي ما قلنا دي ان احنا في الدايري عرفنا الكوز بتاعتها، عرفنا التايب وازاي نفرق ما بين كل التايب، وعرفنا الباسيلر والاميب ديزنتري وازاي نفرق بينهم، وعرفنا الايتولوجي بتاعت الدايرية والتريتمنت. الجزء الثاني في المحاضرة اللي هنتكلم عنه هو فاكسين نيد باي انترناشونال ترافلر. اي حد هيسافر لازم هيحتاج الفاكسينات دي. الفاكسين لأي حد مسافر بيتقسم لكذا كاتيجوري: روتين فاكسينيشن، ريكومندد فاكسينيشن، ريكوايرد فاكسينيشن. طب يعني ايه روتين فاكسينيشن؟ دي كل الناس ايه محتاجاها، دول مطلوبين اكوردنج للمكان. يعني مش كل الناس هتاخدهم، لا كل واحد على حسب المكان اللي رايحه، ممكن ياخد واحد او اتنين او ما ياخدش على حسب المكان. برضو المنجوكوكال فاكسين والبولي والريبس والتيفويد فيفا فاكسين واليولو فيفا فاكسين، الحاجات دي كلها برضو اكوردنج ايه للوكالتي. يعني انا عايزاكم بس تعرفوا ايه اسماء الريكومندد وايه اسماء الريكوايرد وايه اسماء الروتين بس. يعني لو جالك سؤال ايه هو الفاكسينيشن المطلوبه، اكتبوا الكلاسيفيكيشن والاسماء، ده كافي خالص. طب ايه هي الريكوايرد؟ الريكوايرد دي بقى شرط انك انت تكروس انترناشونال بوردر وتروح المكان ده، شرط انك انت تاخد الفاكسين ده. طب فرق ايه ما بينها وبين الريكومندد؟ الريكومندد ده موصى به، يعني لو ما اخدتوش برضه هتسافر، بس انت ممكن ايه تتعرض، انت هتبقى عرضه هناك للانفكشن. لكن الريكوايرد ده لازم، مش هينفع تسافر ولا تركب الطياره غير لما ايه تبقى واخد التطعيم ده، زي المنجوكوكال فاكسين، وده في حالات رفض السعود عربيا يقولك بالعمرة وفي العمرة والحج، دول مهمين خالص. اللولو فيفر برضو لما في أماكن معينة في أفريقيا لما بتروح لازم تاخد اللولو فيفر فاكسين. يبقى خلاص احنا عندنا روتين فاكسينيشن دي موجودة يعني كل الأدلت، والتشيلدرن روتين فاكسينيشن دي مطلوبة ليهم وهياخدوها في بلادهم وهم قاعدين. الريكومندد دي فاكسين وكوميت اكوردنج للمكان زي ما قلنا، فيه الهباتيتس ايه والبي والانفلونزا فاكسين والتيفويد فاكسين والميجوكوكتل فاكسين. الريكوايرد دول اتنين
مهمين خالص هون الميننجوكوكال واليورو فيفر فاكسين. ثانك يو، واتمنى تكون المحاضره مفهومه، ولو في اي جزئيه مش مفهومه ممكن تتواصلوا معايا، واراكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، هتبقى فيس تو فيس ان شاء الله. السلام عليكم.